عبر لما مر به العراق من حروب متتالية وأزمات متعاقبة والتي بدورها ولدت رؤية واضحة للمواطن العراقي، فما إن انتشر خبر هروب مجموعة من إرهابي داعش من السجون في شمال شرق سوريا، حتى بدأت المخاوف تتجلى على العراقيين من خطر دخولهم إلى العراق بذرائع عديدة، خصوصا وأن الدولة السورية اليوم تخوض حربا مع جارتها تركيا، فضلا عن التقارب الجغرافي بين سوريا وتركيا. احنا مرينا بمرحلة جدا صعبة خلال فترة الارهاب خلال 4 سنوات الماضية، وصارت بينا تجربة وضحينا شبابنا وضحينا باولادنا في سبيل القضاء على الارهاب. احنا يجب ان نكون حذرين في هذه المرحلة حتى لا نعطي مجال للارهاب ان يعود مرة ثانية للعراق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد انه اعادة الخلايا النائمة ومن ثم دخول اللي هربوا من السجون سواء في يعني من جهة سوريا أو من جهة تركيا، لأن العراق بلد مجاور لهذه الدولتين، ونخشى أن يعود تنظيم داعش مجددا للعراق، وبالتالي يعني هناك يعني استعدادات تامة من أجل عدم عودة هذا التنظيم إلى العراق، لأن العراق تكلف وخسر هواية من يعني الخسائر المادية والخسائر البشرية. رافقت هذه المخاوف مطالبات وجهت للحكومة العراقية بضرورة ضبط الحدود العراقية السورية، وأيضا القضاء على الخلايا النائمة من العصابات الإجرامية في العراق حتى لا تكون حاضنا لإرهاب داعش، وألا تتكرر الصورة التي انطبعت في أذهان العراقيين في الحرب الأخيرة ضد داعش. المطلوب حاليا من الدولة العراقية ضبط الحدود ما بين العراق وسوريا، تلافيا لدخول الدواعش للحدود العراقية، وعدم استفادتهم من الوضع القائم حاليا والتغطية الحروب بعدة ذرائع، منها بصفة لاجئين، يعني انت ممكن يدخل كأنه لاجئ. قد تكون الأراضي العراقية خير حاضن للعناصر الإرهابية المتواجدة في الأراضي السورية، خصوصا وأن سوريا في خضم حرب كبيرة، وبالتالي يتوجب على الحكومة العراقية أن تأخذ الاحتياطات اللازمة لردع أي دخول للعصابات الإجرامية تحت أي مسمى. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.